الابصار السمعي البصري. هذا المقترح توافقي. الإضافة الآن أن هذا الفصول الأصلية إذن هي الإرقاقات الدستورية في انتظار إرسال محكمة الدستورية اللي هي في الأصل في فترة بين 6 أشهر وسنة قبل عقد الصيغة النهائية. الإرقاقات الدستورية أمام المحكمة الدستورية تقتصر على النصوص. ربي عينكم. اولا كان اختيار الحل متاع انتخاب مجلس وطني تاسيسي، ثم كان اختيار كذلك انه يقع التشاور فيما يخص الدستور، والتشاور كبير كان. ثالثا اختيار اجتناب الانتخابات قبل ما يوصل الدستور الى ما يقع المصادقه على الدستور. وظن أنه في الحالة المصرية وقع قلب المسارات نوعا ما، يعني بدأوا بالانتخاب متاع الرئيس، وقع استفتاء على الدستور. احنا نعرف الاستفتاء ما هيش طريقة ديمقراطية على رغم ما يبدو، يعني على خاطر في الاستفتاء الشعب يقول بنعم أو لا على مضامين في أغلب الأحيان ما هوش متمكن منها. احنا حاولنا باش ننظر لكل التجارب الدولية المقارنة. هذا الدستور جاء بعد تجارب ديمقراطية وتجارب انتقال ديمقراطي متعددة في العالم. حاولنا نستفيد من كل هذه التجارب بما يجعل حصيلة التجارب هذه ان شاء الله تكون موجودة في النص هذا، اللي هو نص متقدم فيه الحوكمة المفتوحة، فيه يعني المركزية بأكثر ما يمكن من التقدمية، فيه الحقوق والحرية كلها مضمونة. ثم عدة فصول بقي فيها نجم نقولوا مخاطر رجوع إلى الوراء، ومن بينها الفصل 38 من الدستور اللي وقعت المصادقة عليه، واللي مرتبط بالسياسة التعليمية للدولة وفيها إمكانيات الرجوع إلى الوراء.